السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في، فضيحة إذاعة القرآن الكريم. وطبعا أنا شايفها فضيحة طبعا، يعني أنت دلوقتي عندك إذاعة وناس شغالة ومعدين وي 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 والناس صايمة، تروح عامل الأذان قبلها ب5 دقايق، ده إيه الدماغ دي؟ بس ما علينا، حتى لو الأذان إذن قبلها ب5 دقايق والناس فطرت على الأذان ده، فانا ظني في الله ان ربنا كريم وهيتقبل صيامهم باذن الله، وباذن الله خير. بس برضه خطا من اذاعه القران الكريم، واذاعه القران طبعا طلعت اعتذرت وطلعت وقالت رصيدنا يسمح ان انتوا تتقبلوا الاعتذار، اللي هو يعني احنا ما غلطناش غلطات قاتله قبل كده، فتقبلوا اعتذارنا. وطبعا اعتذار مقبول كواحد من كقباقه، انا كقباقه محب لاذاعه القران الكريم، اعتذار مقبول. بس ما تتكررش، يعني نصيحة يعني، وإن شاء الله ما تتكررش. متنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات تحت، ودينا لايك وشير وسبسكرايب، شغل الجرس كل خبر جديد تعرف أول بأول. سلام.